ما هلا بثمان حزيران في مؤتمر تفاعلي خاص بوسائل التواصل الاجتماعي، رح نتعرف اكثر على تفاصيل هالمؤتمر مع الخبيره بالاستراتيجيه الاعلاميه ندى حمزه. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء الخير ندى، اهلا. كيفك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. شو هالمزاج الحلو يا ندى؟ تعال نرجع هلا للجد. مشروع تفعيل المشاركه المدنيه، شو المقصود فيه؟ مشروع تفعيل المشاركة المدنية بيس هو برنامج ممول من وكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهدفنا نحن أنه نقوي المجتمع المدني ليوصلوا صوتهم وليحدثوا تغيير بالمجتمع وتغيير إيجابي أكيد، ومن خلاله رح نعمل هذا الإيفنت. نحن واحد من نشاطاتنا هو السوشيال ميديا سبيس اللي جاي نحكي عنه اليوم. طيب مين هن المشاركين وكيف كل شخص ممكن يستفيد على المستوى الشخصي؟ المشاركين هن منظمات مجتمع محلي، جمعيات أهلية، وكيف فيهم يستفيدوا؟ رح يستفيدوا من الندوات يلي رح تكون خلال هذا المؤتمر لحتى يتقووا بمجال الإعلام الاجتماعي ويقدروا يوصلوا صوتهم ويدرسوا أكثر كيفية استراتيجية استعمال هذه الوسائل بطريقة أفضل، لأنه في عنا مشكلة بأنه المنظمات الأهلية ما عم تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة استراتيجية لتحقق أي تغيير اجتماعي. صح. هون المشاركة كيف تقدر تكون فعالة عبر السوشيال ميديا ندى؟ المشاركة من خلال السوشيال ميديا هو أول شيء بده يكون بالتشبيك وبالناس يلي بدها تتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني احنا مش مهم بس نكون موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، بل مهم انه نتفاعل مع الناس أكثر، نقدر نخلق شبكات قد ما فينا من خلال هيدي الوسائل لنقدر نوصل قضيتنا أو صوتنا أكثر. ففي استراتيجية معينة على منظمات المجتمع المحلي والأهلي أنه هي تستعملها. هذا المؤتمر رح يكون هو كتير رح يكون في معلومات ومعرفة لهيدي الجمعيات لحتى تعرف من خلال المتخصصين بهالمجال من مدونين وأخصائيين بمجال الإعلام التقليدي والإلكتروني كيف يقدروا يعملوا هيدا الشيء. طيب خلينا ندى نحكي شوي عن برنامج هنهار، شو رح يصير تحديدا ومين هن يلي رح يحاضروا؟ برنامج النهار رح يصير هو حلقات حوار، اثنين حلقتين كتير كبار مع مدونين ومؤثرين بالمجتمع المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، ورح يكون من خلال اخصائيين بمجال الاعلام التقليدي اللي هن اشتغلوا على الاعلام الاجتماعي ودمجوا بين اثنين لقدروا وصلوا قضيتهم اكثر، ورح يكون في كمان منظمات اهليه عملت حملات وقدرت توصل صوتها وكانت حملات كتير ناجحه تكون قدوه للباقيين. يعني كم شخص تقريبا رح يكون؟ رح يكونوا شي 200 شخص. 200 شخص. ورح يكون في أجنحة للاستشارات من خلال الشركات المساهمة معنا سبونسرز بهذا الإيفنت، يلي هن رح يقدموا استشارات مجانية للمجتمع المحلي كيف يقدروا من خلال التسويق الإلكتروني كمان أنه يساعدوهم بهذا المجال. شو اللي بيجمع وشو اللي بيفرق ندى بين الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي؟ اللي بيجمع انه اثنيناتهم لازم يكونوا موجودين ليقدروا يوصلوا قضيه، الاعلام هو اعلام، في استراتيجيه رح تكون موجوده بين اثنين، والتكامل بيناتهم كثير ضروري وخاصه بلبنان، وجود السوشيال ميديا وهو مع انه وسيله تواصل كثير تقريبا يعني متاحه للجميع، ولكن الاعلام التقليدي بعد له اهميه كثير كبيره، مش كل الناس موجوده على السوشيال ميديا، فنحن حسب هدفنا، مين بدنا نوصل صوتنا، مين هو الجمهور تبعنا، شو القضيه اللي بدنا نوصل، بدنا نعرف مين لنتوجه وكيف نتوجه، وين هن موجودين هيدا الناس، فممكن انه اثنين نتخلى عن وحده منهم لنقدر نوصل قضيتنا. طيب قولي لنا كيف ممكن المشاركه بهالمؤتمر؟ هل مثلا في شروط معينه؟ لا، هو المؤتمر مجاني ومتاح للجميع، وهدفنا اكثر انه يكونوا مجتمع مدني وكمان طلاب جامعات يعني وناشطين اجتماعيين، والمشاركه مجانيه من خلال تسجيل اونلاين على www.socialmediaspace.org، المعلومات كلها موجوده هنيك، اجندا الايفنت وكل شيء وريجستريشن، بيسجلوا اونلاين وبيجوا على المؤتمر. وكم شخص ممكن تستوعبوا؟ نحن عاملين لحد ال 200 شخص تقريبا، رح نوصل ل 200 شخص، بس كمان كرمال هيدا الشيء ما نقدر نحرم حدا من المشاركه، رح يكون في لايف ستريمينج، يعني المؤتمر كله منقول على الانترنت. اوكي، اذا بدنا نعمل هيك شوي، قبل سالتك عن الاعلام التقليدي والاعلام الاجتماعي، بالنسبه للاعلام التقليدي بتعرفي دائما في متعه لما بتمسكي جريده يمكن بين ايديك، لما بتمسكي مجله بين ايديك بتستلذي بالقراءه لما عم تتابعي الخبر او الحدث ساعه بساعه او يوم بيوم او شهر بشهر حسب يعني الوسيله الاعلاميه يعني المكتوبه، بينما وفي قوانين وفي تشريعات وفي انظمه، يعني في ضوابط، بينما بالسوشيال ميديا ما
بعرف قد ايه في كادر او في اطار لهالضوابط اللي بعد يمكن ما انحطت على الانترنت. صح، نحن في عدة منظمات مجتمع بلبنان حتى تحديدا عم تشتغل على قانون الإعلام الإلكتروني، وإن شاء الله يعني كل مرة بيعودونا أنه صار بمجلس النواب وصار هون وصار هون وبيوعدونا وعم بيصير عليه تعديلات. يعني هيدي من وحدة من الأشياء اللي لازم كمان الصوت يطلع فيها أكثر ويكون في تشبيك أكثر لنقدر نحصل على هيدا القانون. ولكن التكنولوجيا، يعني في ناس بتقول أنه التكنولوجيا بتخرب بيوت أو التكنولوجيا سيئة أو التكنولوجيا مش سيئة، هو سوء استخدامها هو السيء. طالما نحن ما بنعرف كيف نستخدم هيدي الوسائل رح يكون عندنا مشكلة. كمان واحدة من المواضيع اللي رح نحكي فيها بالمؤتمر على الراوند تيبلز الوركشوب يلي رح يصيروا على حدا، هن كمان الخصوصية والحفاظ على الأمن والخصوصية على الإنترنت، كمان تنقدر نفيد أكبر عدد ممكن إنه يعرفوا كيف يستعملوها، لأنه هي موجودة وما بقى فينا نتهرب منها. يعني منا هي الإعلام الجديد، هي صارت أمر واقع ولازم نكون موجودين عليها، بس ولكن بدنا نعرف كيف بدنا نستعملها. طيب ندى، شو في وركشوبس غير عم تشتغلوا عليها رح تكون موجودة بهالمؤتمر؟ في كل شيء خاصه بالسوشيال ميديا رح يكونوا وركشوبس على حدا، رح يكون في الاجنحه الخاصه بالاستشارات التسويقيه او الالكترونيه، رح يكون في مثل مزاد الكتروني وهو للهدايا اللي مقدمينها سبونسرز معنا، بس اهم شيء انه نعطيها لجمعيات عن جد رح تستعملها لتغيير ايجابي بالمجتمع. لازم تجيبوا السياسيين، ما كلهم صاروا بغردوا على تويتر. بغردوا على تويتر، بس بدك تشوفي شو عم بغردوا على تويتر. يعني مش مهم قد ايه غردنا على تويتر، يعني وحده من المواضيع اللي رح نحكي فيها انه مش مهم قد ايه غردنا على تويتر او جبنا اكبر عدد من التويت، مهم شو كتبنا، المحتوى اللي رح نحطه نحن، الرساله اللي رح نحطها، هيدا كثير ضروري. هيدا عن جد يعني منيح انك لفتت نظري لهذا الموضوع، هيدا الموضوع صلب الموضوع. يعني كمان حتى بالحملات لما نحن ليه ما بيوصل صوتنا، اكيد كثير بيتفاعلوا الناس على السوشيال ميديا بلبنان، بس ولكن تعي اخر شيء ما بيعملوا اكشن. ليش في عنا هيدا الشيء كمان رح نحكي فيه، رح نحكي عن حملات ناجحه وحملات ليش فشلت. يعني كل هيدا الشيء رح يكون مثل معلومات لهدول الناس. كمان رح يكون في مبدا التشبيك بالمؤتمر، في مثل هو فن رح يكون شوي انه مسلي المؤتمر غير انه شيء معلومات جديه. رح يكون في انه اكبر عدد من الاشخاص رح يقدر يعمل تشبيك مع المحاضرين او المشاركين رح يحصل على جوائز، والتشبيك حلو. ما بيصير انه قد ايه جمعت بزنس كارد، انا قد ايه عرفت عنهم هيدي المنظمات، لانه هدفنا مش بعد هيدا المؤتمر شو رح يصير، من بعده كيف رح يضلوا على تواصل، لانه الاعلام التقليدي والالكتروني والمجتمع المدني هن بيكملوا بعض، بهمنا نخلق هيدي الشراكه معهم. طيب ندى، ومن بعد هالمؤتمر شو في هيك نشاطات او مشاريع جديده عم تحضري لها؟ نحن ببرنامج تفعيل المشاركة المدنية عم نعطي منح لمنظمات أهلية لقضايا معينة عم يشتغلوا عليها بتهم طبعا من خلال نحن دراسة عملناها بالمجتمع اللبناني، مكملين فيها أكيد وعم نتابع مع كل الناس اللي تمولوا من عنا ونقوي لهم استراتيجيتهم الإعلامية كمان قد ما فينا ونطور لهم مهاراتهم. كمان رح يكون في إن شاء الله إذا هذا المؤتمر كان ناجح ممكن نعمل مؤتمر ثاني، والفولو أب لهالمؤتمر مش رح يوقف هون، يعني نحن حنتابع مع كل المشاركين لنقدر نوصلهم لمطرح يقدروا يكملوا من بعدنا. الخبيره بالاستراتيجيه الاعلاميه ندى حمزه، شكرا لوجودك معنا، اتمنى لك كل التوفيق بكل هالنشاطات اللي عم تقوموا فيها، لانه بالنهايه بتصب بمصلحه المجتمع، ودائما نحن مع التطور ومع التكنولوجيا، بس ما فينا ننسى قديمنا، بدنا نحافظ على قديمنا ونطور قديمنا لجديدنا. اهلا وسهلا فيك. محطه اعلانيه ونرجع بعدها لمتابعه باقي فقرات ببيروت.